يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي تساؤل وهي مقولة بعض العلماء: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس، فما معنى هذا الكلام؟ واضح، إذا أقبلت يقتربها بعض الناس ويظنها طيبة، وأنها مثل اللي يقولون هذا جهاد في سبيل الله، التفجير جهاد في سبيل الله، ومن أجل قتل الكفار وإخراجهم من جزيرة العرب. العوام والجهال يقولون هذه أشياء طيبة، لكن لما تبين أنهم يقصدون المسلمين وأنهم فجروا في المسلمين، الآن عرف العوام والعلماء وكل الناس عرفوا أن كلامهم خطأ وضلال، وأنهم ما يقصدون ولا لهم شبهة، فهم فضحوا أنفسهم بهذا الشيء، وتبين ما قاله العلماء فيهم من قبل. لأن بعض الناس يسب العلماء ويقول أنهم يسيئون الظن بهؤلاء، وهؤلاء مقاصدهم طيبة، لكن لما فجروا بالمسلمين عرف العوام والجهال والعلماء، عرفوا أن هؤلاء ليس مقصدهم كما تظاهروا. هذا معنى أنه إذا أدبرت يعرفها الكل. نعم.